هنبدأ بقى طبعا نتكلم في حتة مهمة اللي هي بداية استخدام الكلمات. الكلمات او الوورد او التكست مهم ان انا يعني ايه ما اكتفيش بالارقام امثلها، لا كمان الكلمات هتبدأ ان انا ايه ممكن امثلها بمجموعة من الصور توضح المعنى بطريقة قوية. فقبل ما نبدأ بس تعالوا مثلا نبص على الرسمة دي. طبعا الرسمة دي واضح ان اللي على الشمال صور واللي على اليمين كلمات. طبعا الكلمات كتير والصور برضو تعتبر كتير، بس لو انا شلت السلايد دي من شويه يعني بعد شويه صغيرين وسالتكم تفتكروا في كم كلمه كانت موجوده وفي كم رسمه كانت موجوده. طبعا الانسان دايما بيحس اكتر بالايه بالصور، فممكن يكون عندنا بعض المشاكل في ان انا لسه هركب الحروف وافتكر الكلمه، وبعد ما افتكر الكلمه اربطها بحاجه في مخي انا عارفها عنها. الصوره غالبا بتبقى اسهل من كده، يعني مثلا صوره التفاحه او صوره الكلب او صوره الشجره غالبا بتسيب في الانسان انطباع سريع عن الايه الكلمه، لان الكلمه ساعات احولها وممكن اغلط في مثلا في لتر او حرفين الاقي نفسي ان انا بربطها بحاجه تانية، كلمه ممكن ما اكونش عارفها كويس قوي او كلمه ما بستخدمهاش كتير قوي وممكن تبقى محتاجه وقت على بال ما اوصل لها، مقارنه بالصور اللي انا غالبا لو هي صور كومن يعني غالبا بتيجي في مخي بانطباع سريع قوي يعني. فغالبا يعني بعض الكلمات اثبتها ان انا امثلها برسم او بايكون ممكن دوت يسيب انطباع جامد قوي عند المتلقي سريع غير الايه غير الكلمه ذات نفسها. طبعا يعني زي مثلا ما بنقول كلمه هابي، انت لو شفت كلمه هابي بسرعه مقارنه بالوش اللي بيضحك ده والوش المبسوط مين فيهم زي ما بيقولوا ممكن تبقى تسيب في مخك انطباع سريع. او مثلا لو انا كتبت اسماء مثلا العشر افراد وكتبت جنب كل واحد فيهم هابي او ان هابي او يعني نيوترال، او كتبت جنب كل واحد فيهم سمايل ايكون مثلا ايه مبتسم او مش مبتسم، غالبا الانطباعات بتاعت الوش السمايل ده هتفضل موجودة في مخنا أكتر من الإيه من كلمة هابي أو أنهابي. طبعا كلمة هابي بتحتاج مجهود شوية زي ما قلنا عشان هي كلمة، في بعض الأحيان ممكن كلمة أنهابي أو ساد تبقى شوية الترجمة بتاعتهم شوية مختلفة، يعني بعض الأطفال أو بعض الناس لما يشوف كلمة زي كلمة unhappy ممكن un دي ما يفضلش فاكرها فتمكس في مخه بين happy وإيه و unhappy. كومبيرد مثلا بأن حد بسمايل وحد مكشر فغالبا الناس ما بتغلطش في الإيه في الفيشل إكسبريشن يعني أو في الإيه في التمثيل البيانات عن طريق الإيه إكسبريشنز أو الرسم. كويس أوي. طبعا من الحاجات الظريفة أوي إن أي حد عايز يحفظ حاجة يفتكرها برسمة، يعني طبعا في حاجة مشهورة قوي اللي هي حتة ان انا افتكر اختصارات زي كلمة مثلا سمارت جول. طبعا كلمة سمارت جول معناها S stand for specific يعني يكون جول محدد، M measurable يعني نقدر ان احنا نقيسه، A achievable او في actions كافية ان انا اعرف اوصل له، R يعني relevant يعني الجول لي لازم ان انا اعمله، T يعني time bounded يعني كأنه لي وقت محدد بقول ان انا هنفذه فيه. فطبعا دي طريقة عشان افضل فاكر بها الكلمات المهمة. هنا من الحاجات الظريفة قوي اللي هي بيستخدموها في المدارس مع الاطفال الفاولز بتاعتنا ممكن افضل فاكرها عن طريق اللي ايه فيس بيضحك. الفيس ده طبعا فيه شوية حاجات اللي هي الايه والاي دور العينين بتوع الفيس والايه والنوز اللي هي الاي واليو اللي هي طبعا الايه البق السمايل يعني. فطبعا بالمنظر ده غالبا ما بنساش ان هم مثلا ايه خمسه فاولز وان دي الاو الوش الكبير والاي والاي وهكذا. فطبعا دي اللي هي الفاولز. طبعا لو قعدنا فترة نحفظكم أو نفكركم بالحاجات دي أو إننا رسمت الفيجر ده غالبا الإنسان بيفضل فاكر الفيجرز بطريقة أقوى من فكتر الإيه الكلمات والحروف يعني.
فطبعا هنا كمثال قوي قوي اللي هو موضوع الطقس. طقس النهارده مشمس او كلاودي او الدنيا بتنزل تلج او بتنزل مطر قوي. فطبعا هنا غالبا الايكونز بتبقى فيري سترونج، والميكس بتوين الايكون مثلا فيه شمس بس هيبقى فيه كلاود شويه، وكمان الميكس بتوين الايكون مع الارقام. يعني مثلا عايز اقول ان جو هيبقى فيه كلاودز ودرجه الحراره مثلا عاليه، او هيبقى فيه كلاودز ودرجه الحراره مثلا قليله، فساعتها ممكن اكتب الرقم مع الايكون، اكتب الرقم مع الايكون، فكاني بدخل داتا من انواع مختلفه مع بعضيها، فالواحد يقدر يبقى فاهم الدنيا بطريقه قويه عن ان هو مثلا يقعد يكتب ريبورت تكست it will be cloudy Saturday will not be sunny، حاجات بالمنظر ده. فده اقوى بكتير من الايه، من ان انا اكتب داتا وارقام بس. احط الايكونز بتقوي قوي الايه الرؤيه، وكمان الايكون شويه بتلعب لعبه اللي هي الباترن. لو في باترن مثلا مش صن ورا بعضيها او صن وكلاود ورا بعضيها، فغالبا ابدا احس اكتر بالداتا لما يبقى فيه تراكم من الايه من الايكونز مع بعض. كويس قوي. تمام. طبعا يعني النهارده هنحاول مع بعض نبص في شويه رسومات ظريفه، منهم كونسبت مبني على البيفوت تيبل اللي هو بيسموه الداشبورد. طبعا الداشبورد المقصود بيها حاجه بانل قدامنا ابقى شايف فيها المعلومات المهمه قوي، وفيها بيزيكلي نوع من انواع الكنترول اللي بيه ببدا افهم الداتا اكتر او افهم الايه الانفورميشن بطريقه اعلى. يعني هنشوف حاجه مهمه قوي اللي هي بيسموها سانكي دياجرام، وهنتكلم برضو على حاجه اللي هي بنسميها السبايدر شارت، او ان انا عندي كذا اكسيز مع بعض زي البارلل كوردينيشن كده. اقدر ان البارلل كوردينيت سوري، اقدر ان انا اقول ان هما ازاي ليهم علاقات مع بعض. يعني كويس قوي. طبعا هنا دايما المابز كده في مخ الانسان من زمان قوي ليها معنى. هنا مثلا ماب لمدينه معينه وكانها 3 دي ماب، شايف الحاجات الاساسيه اللي موجوده في البلد ديت، او خريطه العالم مثلا بالقارات بتاعته، فدي بيسموها ماب. طبعا الانسان من زمان واخد قوي على الرسم اللي هو رسم الحاجات عشان يبدا يفهم المعلومات بطريقه اقوى. يعني يعني مثلا انا عايز اقول ان في حد هيجي من استراليا مثلا لايه للسعوديه، فبرسم خط بهذا الايه بهذا الشكل. او في مثلا نسب ناس مهاجرين قوي من الصين مثلا لحد استراليا، فارسم مثلا خط وارسم مثلا خط تخين شويه. فالمنظر ده الانسان بيفهم اسرع من ان انت تقول له ان في ناس كتير بتهاجر مثلا من الايه من الصين مثلا لاستراليا، كومبيرد مثلا بالناس اللي بتهاجر مثلا من استراليا للسعوديه. فالشكل ده دايما بيوضح لنا معلومات زياده. يعني طبعا احد الحاجات اللي هي شفناها من شويه اللي هي بيسموها الهيت ماب، اللي هي ممكن في الاكسل شويه توضح لي نقط اللي هي سترونج او نقط اللي هي الويك، الالوان المختلفه السكيل بتاعهم. فغالبا دي من الحاجات اللي هي مهمه. طبعا يعني هنا لو نبص هنا عندنا مجموعه من الولايات، يعني اعتقد ان هم حوالي بتاع 50 ولايه او 52 ولايه في امريكا، وكل واحده فيهم كانها يعني هنا في عندنا ميجرمنت الولايه ديت، السايكلينج او الناس بتسوق العجل فيها 1 2 3 4 5 حاجات يعني. فطبعا بنكمبير الحاجات مع بعضيهم، يعني مثلا هنا كده اصغر حاجات خالص اللي هي تعتبر الولايات ديت، اكبر حاجات مثلا اللي هي الحاجات اللي ليها اللون الاخضر. طبعا في كل واحده فيهم على حده، يعني برتبهم بحس ان انا اخلي الاخضر شويه لفوق والاحمر لتحت، فتبقى الانطباع شويه بتاع العين اقوى. يعني طبعا هنا هبص مثلا على واشنطن كومبيرد مثلا بحاجه تانية مثلا زي اخر واحده تحت، فهلاقي ان انا عندي بتدرج من الاخضر للايه الاحمر بهذا الشكل. يعني هنا كان عندي داتا فيها 5 اتريبيوتس، وانا بدل ما بكتب الاتريبيوتس كارقام يهمني بس ابقى فاهم
مين الكويس ومين الوحش في ايه وفي ايه، فبحط الارقام بهذا الايه بهذا يعني كاني بشيل ارقام بحط مكانها الوان، وطبعا ايه بحاول برضو بمجموعه من الصورت ارتب الالوان، تبقى في الاخر عندي انطباع كويس على الايه ترتيب الولايات او تصنيف الولايات اكوردنج للخمسه ايه خمسه اتريبيوتس دول. كويس قوي. طبعا الماب فهمنا يعني ايه ماب، دي مابز اللي احنا عارفينها، دي بيسموها هيت ماب اللي هي بتبقى ملونه. في حاجه اسمها شارت، شارت اللي هي خريطه، زي ما احنا عارفين طبعا في الكمبيوتر الفلو شارت، الستيت شارت او الستيت دايجرام، وزي ما هنشوف الحاجه اللي هي بيسموها طبعا الدندوجرام، وزي ما انتم عارفين كده في حاجه بيسموها التري ماب. يبقى خلاص فهمنا ان الانسان بيفهم يعني زي ما بيقولوا معلومات ضمنيه عن طريق الخطوط، وان يحط الحاجات دي في بوكس مع بعضيها عرفنا ان هم جروب واحده. التدفق او الارز ده ورا ده ورا ده، فالكلام ده يعني زي ما بيقولوا كده بيغنيني قوي ان انا اقعد اقول مثلا ستيتمنت 1 زين ستيتمنت 2 زين ستيتمنت 3، فالكلام ده كانه بيشغل مخ الانسان اللي هي كلمه زين او وايل او دو، بس لما برسمها بالارز معناها انها بتبقى ايه الطباع بتاعها اسرع من الايه من الانسان ان هو يقعد يقرا الكود بتاع البرنامج. يعني مثلا لو في حد بص في فلوت شارت وحد قرا برنامج سي، غالبا اللي بيفهم في فلوت شارت ممكن يفهم اسرع من اللي يفهم في برنامج الايه برنامج السي. كويس قوي. هنيجي هنا حته يعني زي ما بيقولوا دندوجرام، يعني كان انا بعمل تري للكلاسيفيكيشن، ودي من الحاجات اللي هتتكرر كتير قوي، فيا ريت ان احنا ايه ناخد بالنا منها لانها من الحاجات اللي ايه المهمه. دندوجرام فور نيمز ان يوروب، انا هجيب شويه اسماء وغالبا بيتر، بيتر اللي هو اسم معناه جاي من الصخر عندنا في العربي، كريست او كريستوفر ده اللي هو اسم غالبا معناه جاي من كلمه كريست، او في العربي عندنا كريستين، مايكل او ميكائيل او ميخائيل، طبعا دي من الاسماء اللي موجوده عندنا في العربي. طبعا عندنا في اللغات اللاتينيه، اللغات اللاتينيه زي ما احنا هنعرف دلوقتي هم عباره عن مجموعه من الايه من الفاميليز، يعني طبعا اللغات اللاتينيه اللي هي غالبا بيتكلموا بيها في اوروبا، وطبعا يعني لو دي مثلا هي ايطاليا طبعا برضو بالرسم بنحاول نرسم شكل يكون شكل كويس قوي يعني، وهنا غالبا بقى السويد والنرويج، طبعا دي انجلترا يعني حاجه من المنظر ده، اسبانيا وفرنسا، وهنا طبعا انجلترا، وهنا الدنمارك تقريبا، السويد والنرويج وفنلند، دي تركيا طبعا، فهنا غالبا كده الحدود بتاعه اوروبا، اليونان. فالمهم ان المنظر ده الدول دي اللي هي بيتكلموا لغه اصلها لاتين، طبعا اللاتين اللي هو تقريبا جه من المنطقه دي وبعدين ايه راح في مناطق مختلفه، كل واحد بدا يتكلم دايلكت مختلفه يعني. فطبعا هنا لو بنرجع لكلمه معينه بنشوفها الحروف بتاعتها بتتكتب ازاي، مثلا زي كلمه بيتر، فهلاقي ان الناس ممكن تكتبها بطرق مختلفه يعني. فالمهم انا هنا كاني بجيب كل كلمه بعدها قد ايه عن الكلمات الثانيه، يعني هي قريبه قد ايه، مثلا بيتر ديت اللي هي بالانجليزي، وبتروس اللي هي زي بطرس عندنا في العربي، زي بتروس اللي هي في الجريك اليوناني يعني، غالبا هلاقي ان هم قريبين من بعض، يعني البي والاي والتي شبه بعض قوي او هم بالضبط زي بعض، فغالبا هيبقوا كلمتين قريبين من بعض. بس كلمة بيير مثلا بالفرنش بالفرنساوي، بالايرش ممكن نلاقيها انها مختلفة، بيرو مثلا بالايطالي. فطبعا الاقي بقى ايه الكلمات بتاعتي كانها الكلمات القريبة من بعضها بتبقى جنب بعض. الرسمة دي معناها ايه؟ معناها ان انا عندي زي في كلاستر واحدة لبيتر اهي، اللي هي من هنا لهنا، في كلاستر تانية مثلا ايه لمايكل او ميكيل، في كلاستر تالتة مثلا لكريستوفر او كريستو. فهنا يبقى في عندي ثلاثة كلاسز وهم شوية قريبين من بعض عن طريق ان الايه
بيتر ومايكل، البي والام قريبين من بعض في الالفابيتك في الانجليش او في اللاتيني، السي شويه بعيده عنهم، فغالبا كانهم متقسمين بالمنظر ده. طبعا لو جينا الاسماء اللي هم اسمهم بيتر فانها متجزأة تحتها لهذه الايه، لهذه الاشكال او هذه الالوان. طبعا كلمات كتيره زي بالمنظر ده ممكن توضح لي الايه الفاميلي بتاعت اللانجوجز، او الفاميلي بتاعت اللانجوجز جت ايه، جت ازاي. طبعا هنا دي نفس الرسمه اللي فوق بس لون كل حته بلون، فطبعا ممكن الاقي ان الايطالي واليوناني والاسباني والفرنساوي، الفرنساوي والاسباني والبرتغالي، دول اللي هم المجموعه الخضراء، اوكي الكلاستر الخضراء. فالمنظر ده بايه بيفهمني اكتر ان نفس اللانجوج شبه بعضها قوي. الازرق طبعا غالبا اللي هي بيسموها وسط اوروبا كلها بيتكلموا شبه بعض، بيكا او بيدر اللي هي معناها بيتر، اللي هي مثلا تركيا والاوكرانيا وكل الدول دي. دي بولندا لونها احمر دي. هنا في لونين تانيين، لون اللي هو لون موف فاتح اللي هي انجلترا والدنمارك، او لون احمر اللي هو طبعا روسيا وايه وبولندا. فطبعا يعني ممكن عن طريق حاجات زي كده الواحد يقدر يفهم اللانجوج ازاي اتدرجت، او بعض الكلمات جت من فين راحت فين، فدي بتفرق معايا قوي يعني. اوكي طيب انا عايز بس يعني ايه لو انا عندي مثال صغير قوي على الموضوع الدندوجرام مثلا، هناخد مثلا مجموعة من النقط مثلا x بواحد، واي مثلا باتنين، زد مثلا بخمسة، و دبليو مثلا بايه سبعة. دول اربع نقط، فانا عايز ارسم لهم دندوجرام. وايه الحاكم عندي اللي هي واحد واثنين وخمسة وسبعة. فطبعا اول حاجة الناس بتعملها اللي هي بتجيب لي الاكس والواي والزد والدبليو، واقول كل واحد بعيد عن التانيين قد ايه. طبعا خلينا بس نبقى اكثر ايه دقة شوية، وهعمل خطوط بالمنظر ده وخطوط فيرتيكال. طبعا اسألكم واحد بيبعد عن واحد قد ايه، فده بيبعد صفر. طبعا كل النقط دي بصفر، اللي هي كل نقطة بتبعد عن نفسها بصفر. فاضل بقى ايه اكس وواي بعيدين عن بعض قد ايه، واحد. زد واكس اربعة، المسافة بينهم اربعة. طيب اكس زد وواي المسافة بينهم تلاتة. طيب سبعة وواحد المسافة بينهم ستة. طيب سبعة واثنين المسافة بينهم خمسة. طيب حلو، اخر حاجة بقى سبعة وايه وخمسة المسافة بينهم اتنين. فطبعا ده المثلث ده المهم قوي اللي هو بيسموه الديستنس، بقى تريانجل كده. طبعا التريانجل اللي فوق هيبقى شوية التريانجل اللي تحت، فهبص بس على التريانجل اللي تحت، هبدأ ابص على الارقام دي واخدهم من الصغير للكبير. واحد معناها ان الاكس والواي قريبين من بعض قوي، الاكس والواي قريبين من بعض قوي، فطبعا هقوم راسم الاكس والواي وارسم بينهم ارتفاع واحد. حلو قوي. ايه الرقم بعد كده؟ الرقم بعد كده الصغير اللي هو اتنين، يبقى برسم الزد والدبليو وارتفاع بينهم اعلى شويه من الاكس والواي كده، يبقى معناهم ان دول مع بعض ودول ايه بعد عنهم شويه. طب ايه تاني؟ اشوف بعد كده طبعا خلاص بقى الاكس والزد بقوا كانهم، الاكس والواي بقى كانهم حاجه واحده، والدبليو والزد والدبليو كانهم حاجه تانية. طبعا بيبعدوا قد ايه عن بعض؟ هيبقى في عندي حاجه ارتفاعها اكتر من اتنين، غالبا هيبقى في عندي حاجه بالمنظر ده. واحط رقم كام بالظبط؟ في ثلاث طرق مختلفه للقياس، ممكن اخد اقرب نقطتين من بعض اللي هي مثلا الواي والزد، او اخد ابعد نقطتين من بعض اللي هي الاكس والدبليو، او حتى ده انا اخد المتوسط يعني احسب الاكس والزد، الاكس والدبليو، الواي والزد، الواي والدبليو، واخد الافريج اقسم الديستانس دي على اربعه يعني. فالمهم الرسمه من غير ما نخش في التفاصيل قوي، لان التفاصيل دي كانها جزء من داتا مايننج الجوريزمز يعني، هتبقى بالمنظر ده. الرسمه دي معناها ايه؟ معناها ان انا عندي كلاستر واحده فيها اربع نقط،
هنزل تحت شويه هلاقيهم ان هم بقوا كده، بقوا تو كلاستر، واحده على الشمال على اليمين واحده على الشمال. هنزل لتحت اكتر هنا، لو حد فيكم تخيل ان انا خلينا بس ان احنا ايه ما نبخلش بالالوان ونعمل حاجه تانية غير اللون الاحمر يعني. فهنا هيبقوا مجموعتين، هنا لو حط الخط بتاعي هنا هيبقوا ايه ثلاث حاجات اكس وواي مع بعض، زد لوحدها ودبليو لوحدها. كويس قوي. طبعا الكلام ده يعني مفهوم، بس برضو يهمني ان انا بنفس الانطباع ده اقول لكم ان انا عندي نقطه اسمها اكس ونقطه اسمها واي قريبين من بعض، نقطه اسمها زد ونقطه اسمها دبليو، وهم مش قريبين من بعض قوي كده يعني، المسافه دي اكتر من المسافه دي. طيب هبدا اعمل بقى الكلاسترز دي، فده كده كانه الترتيب برضو اللي انا لسه عامله. دي اول كلاستر اتحطت، دي تاني كلاستر اتحطت، وبعد كده ضمتهم كلهم على بعض في كلاستر واحدة، ودي تالت كلاستر اتحطت. فالرسمة دي كده توضح لي بالظبط الترتيب الحاجات اللي ايه اللي حصلت. كويس قوي كويس قوي. طيب هنيجي بقى للداشبورد. يعني ايه داشبورد؟ زي ما اتفقنا طبعا يعني هنفهم يعني ايه داشبورد والداشبورد ازاي تبقى كويسة. فمثلا ده منظر عبارة عن داشبورد مثلا في الاكسل، بوضح مجموعة من الايه الاختيارات اللي عندي، وغالبا في عندي options الانتراكشن، يعني ممكن ادوس على جانيوري او مثلا فيبريوري او مارش، تبدأ الرسمة تختلف شوية او تجي لي مثلا رسمة بتاعت مارس او بتاعت يناير. هنا بعض الداتا كتير، بس انا بجيب الحاجات المهمة قوي لتوضح لي مثلا ايه مين اكتر عميل بتعامل معاه، مين مثلا الكلاينت اللي بيستهلك موارد كتير. فالمنظر ده بي ايه بيوضح لي اللي بيحصل بالظبط يعني. كويس قوي. طبعا هنا بعض الايه التيبس ان انا اعمل ازاي داشبورد كويسة. اهم حاجة في الداشبورد او اهم حاجة في معظم الفيجواليزيشن البلانينج، افهم مين هم الكاستمرز بتوعنا، ابقى محدد هدف، زي ما بيقولوا اعمل موك او اعمل مثلا درافت ان شاء الله حطه على الورق، وبعدين ابدا انفذ خطه زمنيه ان انا هنفذ الايه الموضوع بتاعي. فطبعا اول حاجه ايه الهدف من الداشبورد اللي انت بتعملها، مين الاودينس مين هيتفرجوا عليها، ايه الماتريكس اللي انت محتاج توضحها او المقاييس الاهداف يعني. ابدا اعمل خطه زمنيه، وبعدين ابدا هجيب الداتا منين اللي حامله بيها الايه الداشبورد بتاعتي. تمام. طبعا ده مثال على الموك اب، ان مثلا كاني برسم كده هبقى عندي كذا، ده الفلتر خلي بالك، ده الفلتر هيبقى في عندي سوري هيبقى في عندي شويه حاجات هنا، هيبقى في مثلا ليميت او ده الخط اللي فوقيه هيبقى زياده والتحديق اقل، هيبقى في عندي مثلا اقصى مثلا 4 برودكت او توب 4 برودكتس مثلا، هختار مثلا بيريد تايم فروم 2، الحاجات دي كلها كانها فلترز على الداتا كلها. وبعدين ابدا ان انا ايه ارسم الرسمه بتاعتي بطريقه ايه بطريقه مظبوطه يعني. كل واحدة من دول غالبا هيبقى وراها بيفوت تيبل، والبيفوت تيبل ده بعمله، وبعدين ابدأ ان انا اعمل له بيفوت شارت، يعني دول كأنهم مثلا 9 بيفوت شارت، وسلايسر بتاعتهم سلايسر موحدة، يعني سلايسر للريجن وسلايسر مثلا فروم وتو كتاريخ. فابدأ ان انا ارسم بقى الايه الداتا بتاعتي اللي تطلع من الفلتر ده ايه ككل يعني. طبعا بعد كده ابدا بقى في الايه التعامل مثلا مع الاكسل لحد ما اوصل للايه لحاجه بالمنظر الجميل ده. هنا طبعا عندنا اريا تشارت،
اريا كل واحده ممكن تكون زي ما احنا فاكرين استاجد. اوكي عندنا هنا حاجه اسمها سامبرت اللي هو مجموعه من الباي شارت كانهم ورا بعض باي شارت وراها باي شارت وراها باي شارت مجموعه من الماتريكس اللي هي بتقول لي رقم من كام لكام بس معاهم حاجه زياده اللي هي ايه الاخضر معناه المنطقه السيف والاصفر معناه المنطقه الاوكي والاحمر معناه المنطقه الايه المقلقه او المنطقه الريسك. يعني المؤشرات دي ممكن طبعا تكون مثلا كام مشكله بتحصل في الشغل مثلا 5 والماكسيمم مثلا او المسموح به مثلا 6 فيبقى انا سيف، المسموح به مثلا 3 فيبقى انا في المنطقه الريد اللي هي الريد زون اللي هي معناها ان انا في مشكله كبيره. فبالتالي ده الايه الديزاين بتاعنا اللي هيطلع في الاخر للايه للعميل بتاعنا. طبعا لو الاحظ هلاقي ان هنا في عندي مجموعه من الكومبو بوكسز انا فلتر او سلايسر وبختار منهم او اللي بيشوف الريبورت هو اللي بايه بيختار منهم. طبعا في بعض الكونسبت في الديزاين اللي هي ليس از مور، يعني الواحد ما يقعدش يزحم الدنيا بحاجات كتير ما لهاش لازمه. هو عايز 1 2 3 4 يبقى بيعمل الحاجات دي بس من غير ما يقعد يملى الداتا بحاجات كتيره ما لهاش لازمه. طبعا واضح ان احنا ما فيش عندنا مثلا الجريد لاينز الكتيره، ما عنديش مثلا تكس كتير مثلا من 1000 ل 2000 1500 و500 والحاجات دي، لا باخد بس الحاجات اللي هي الايه اللي تقول لي فين الماكسيمم والمينيمم وغيرها من المتوسط. بستخدم حاجه اللي هي بيسموها الترند اللي هو مثلا دوت الماكسيمم كام هنا ازاي وصل الماكسيمم ده او التاريخ بتاعه او ايه مثلا في شهور السنه عامل ازاي. فدي غالبا اللي هي بيسموها الايه الخطوط الصغيره دي اللي هي بيسموها الترند لاينز دي. طبعا هنا في مجموعه من الشارتس كتير ممكن يبقى الاوبشنز بينهم عاليه قوي. هنا يعني باي ذا واي هنا في عندي مقياس اللي هو الاسود وعندي زي 4 ريجن، ريجن اللي هي جراي والجراي الفاتح والجراي الافتح والجراي الافتح خالص. فبتقول لي انا فين من الايه من الحاجات دي. يعني ده مهم قوي كان انا برسم 4 ستاتيك واحد دايناميك برسمهم مع بعض فبقى شايف انا مثلا دلوقتي هنا او في الوسط بين ده وده. هذه حاجات كويسه. يعني السيلز غالبا لو في عندي حاجات محققه التارجت او حاجات مش محققه التارجت ممكن استخدم الالوان اللي هي الاخضر والايه والاحمر. ممكن اكومباين لاين مع بارز، الحاجات دي كلها طبعا موجوده في الاكسل. الحاجات دي كلها يعني ايه من الحاجات اللي هي تبقى حاجات كويسه جدا في الايه في الاستخدامات بتاعتها. طبعا هنا من الحاجات اللي يعني اللي ممكن هنشوفها كتير قوي ان انا اكتب جوه التكست، اكتب جوه الرسم سوري، الون عشان اوضح ان دول ليهم دعوه مثلا باختيار تاني او بسلكتد من مكان تاني. تمام. فغالبا يعني ما عندناش مشاكل هنا. طبعا بس بوضح ان فكره البارز العريضه هي الكومن اكتر في الايه رسم البارز. يعني correlation مثلا between two values مثلا زي الديجري والماني، فغالبا الاقي ان دايما مثلا هيبقى في مجموعه من النقط وبينهم خط. الخط ده اللي هو بيمثل لي هما يعني ماشيين مع بعض. طبعا عندي كذا اوبشن مثلا ده كده معناه ان هما متناسبين مع بعض كده عكس بعض. وغالبا اي حاجه كدائره مثلا او كمجموعه من النقط كده معناه ان هم ما لهمش دعوه ببعض، ان هم مش واخدين على بعض باي شكل. فغالبا يهمني قوي ان في بينهم خط والخط دوت ميله قد ايه او خط عكسي او ان هم حاجه بالمنظر ده. فده اللي بيوضح لي الايه الكورليشن. يعني طبعا هنا ايس كريم سيلز حاجه فيري انترستنج يعني اجينست التمبرتشر، كل ما درجه الحراره بتعلى الناس بتتحرى اكتر تحس انها محتاجه ايس كريم. فغالبا في تناسب ايه تناسب طردي بين الايه درجه الحراره والايه والايس كريم ازاي. طبعا الداتا سورس اللي بجيب منها الداتا بتاعتي، طبعا في عندنا التيبلر فورمات اللي هي مقصود بيها زي اكسل شيت كده، وفي عندنا طبعا ايه بعض المعلومات اللي ممكن نجيبها من الايه من
الانفورميشن العاديه. كويس قوي. طبعا في كلمه ثانيه غالبا بتحصل كتير قوي معانا اللي هي بيسموها الانفوجرافيك. انفوجرافيك يعني معناها كاني عايز اقول مسج او اقول لحد حاجه عن طريق ان انا ارسم كتير. فغالبا يعني الانفوجرافيك اللي هي كانها بتحكي قصه اكتر من انها بتتكلم على بيانات في الداتا، بتحكي قصه بالرسم او بالرسومات. هنا كان الداتا فيجواليزيشن اللي هو زي الصميم بتاع الكورس بتاعنا، يعني انا عايز اوضح الايه الداتا بتكتر بتقل، بتكتر قوي بتقع، بتزيد قوي الريت. فغالبا دي اللي بيسموها الباترن يعني. طبعا هنا غالبا بتبقى الانفوجرافيك ليها دعوه مثلا بالايه عدد الناس، عدد الرجاله قدام عدد الستات، الدخل الفرد اكتر واحد بياخد كام مقارنه باقل واحد بياخد كام. غالبا بستخدم الكلام ده عشان اقوي بيه الايه القصه اللي انا بقولها او النقطه اللي انا بحاول ايه اقنع بيها الاخرين. هناك على النقيض بقى كاني بخش جوه الداتا بتفاصيل جامده واقعد ايه ابدا يعني زي ما بيقولوا اخش فيها بتفاصيل كتيرة يعني. طيب طبعا هنا غالبا الستاتيك ايمج يعني الايمج ما تتحركش. في احيان كتير قوي في الداتا فيجواليزيشن الايمج ممكن انها تبقى ايه تبقى موفي او انها تتحرك او انها تتغير. فغالبا دي الحاجات الاساسيه. طبعا انفوجرافيك غالبا بتطبع تو بي برينتد مثلا او بتعلق في مكان او تحط مثلا في الكمبيوتر. الداتا فيجواليزيشن ممكن احيان كتير قوي تبقى ريبورت بيتحرك قدامك او مثلا ايه زي انيميشن بتحصل قدامك فبي ايه جيت هيومن اتراكشن اكتر يعني. طبعا بعض الامثله على الانفوجرافيك مثلا بنتكلم عن مدرسين، فغالبا بختار فكره ان هو سبوره وان يكتب مثلا بابيض زي التباشير والتكتشر بتاعه كانه تباشير. طبعا عدد الرجاله والستات، فممكن ان انا اختار ايكون للرجاله وايكون الستات مختلفين عن بعض. كم طالب بالنسبه للمدرس، فبكتب مثلا ان هم 15 طالب بالنسبه للمدرس. فغالبا ممكن الريشيو دي كرقم اكتبها تاخد حته صغيره، بس لما بحطها كصوره زي ما احنا فاكرين بتخش في انطباع الانسان بطريقه ايه بطريقه اعلى او بطريقه اقوى. النسب غالبا بحط عدد من الايكونز قد عدد النسب دي، فيبان لي بقى مفهوم قوي ان الايه الفكرة عاملة ازاي بالظبط يعني. طبعا هنا دي كأنها اتنين باي شارت في بعض، اتنين باي شارت في بعض. واحدة فيهم بتتكلم على واحدة فيهم طبعا بتتكلم على لو نشوف الخط ده كام في ميل وكام ميل. فطبعا يعني ايه تلات ارباعهم في ميل مدرسين يعني في امريكا تقريبا. هنا كام واحد فيهم اصغر من سن 40 44%. طبعا يبقى 56% منهم اكبر من سن 40. 52% منهم عندهم ماستر او هاي ديجري، يعني كأن نص المدرسين عندهم ديجري عالي فبالتالي يعرفوا يدرسوا بطريقه علميه اقصى يعني او اكبر. فالمهم ان انا هنا كده كان عندي 3 باي شارت. طبعا المنظر ده اللي انا رسمه يعني كان ممكن في مخيلتنا ان انا اجي بداله واحط 3 باي شارت، واحده اكتب عليها سكس مثلا او ميل اجينست في ميل، والثانيه مثلا اكتب عليها الايدج، والثالثه اكتب عليها الديجري. بس الشكل ده اوقع، الشكل دوت اوقع لان هو كانه رسم لي الناس كلهم. لو انا عديتهم هلاقي 76 منهم واحده ست والباقيين مثلا رجاله، وهلاقي مثلا 44% منهم مثلا سنهم اصغر. فالمنظر ده ممكن ان انا ايه يجي لي انطباع اقوى من ان انا اعمل شارتس اللي هي العاديه اللي احنا شايفينها يعني. كويس قوي. طبعا دي برضو تعتبر انفوجرافيك. طبعا دي كانها بتتكلم على هاو لونج دو انيمال ليف، يعني الحيوانات بتعيش متوسطها قد ايه. طبعا يعني واضح هنا ان ودي من الحاجات الظريفه قوي برده للسلحفه، بتعيش 150 سنه، الحوت بيعيش 70 سنه،
متوسط يعني. طبعا انسكت، طبعا هنا كأن السكيل بتاعنا بدأ غالبا بالخمس ايام وبعدين 150 سنة. فيهمني بس ان انا ايه بعمل كذا لفة عشان ابدأ اوضح ان الحتة دي مثلا الدنستي بتاعتها قليلة، كأني بعمل لوج يعني. فطبعا دي من الحاجات اللي هي الايه الانترستنج يعني، بحط الانيمال بدل ما بكتب اسمه، او بكتب اسمه وبكتب جنبيه ايكون، فيبدأ الانسان يبقى فاهم كويس قوي او يوصل بسرعة المعلومة عن طريق الايكون يعني. طبعا عيني بسرعة هتقع على اللايون، طبعا واضح ان الايه اللايون من الحاجات الانترستنج او ان اللايون بيعيش اكتر من الخروف، الثعلب بيعيش اكتر منهم هما الاثنين، نقار الخشب بيعيش اكتر منهم هما التلاتة. فغالبا يعني يهمني قوي ان انا ابقى فاهم الدنيا يعني بيحصل فيها ايه لما ابص على الايه على الموضوع ده. في كمان شوية حاجات انترستنج اللي هي زي الفاميلي، ان الطيور مثلا لونها اسود، ودي بتساعدك قوي في السيرش يعني. ممكن انت تبص بعينك كده فين مثلا البومة، فين مثلا ال اسمها اسوان اللي هي البجعة، فين مثلا اللي هو اي حاجة مثلا زي الفراخ. طبعا الفراخ حاجة very interesting قوي، حتة العمر بتاعها مقارنة مثلا بقية الايه الطيور التانية. طبعا يعني باي ذا واي من الحاجات اللي هي مشهورة قوي عن الطيور، الحاجات اللي هي زي الباروت اللي هو البغبغان، من اكتر الطيور المعمرة اللي بتعيش اكتر يعني. تمام. طبعا برضو في انسكت مختلفة بتعيش فترة طويلة. يعني الاسماك، الحوت هو اكتر حاجة. الحيوانات يعتبر الفيل كثدييات يعني ماملز، والسلحفة طبعا كايه اكتر من الحاجات المعمرة اللي موجودة يعني. البني ادم طبعا لو نعرف نشوف الايكون بتاعه، غالبا الهيوم الافرج بتاعه مثلا 70. فيعني very interesting infographic يعني. طبعا ده مثال على بعض الانفوجرافيك اللي ممكن تكون شوية مش كويسة، بيتكلم على حاجة زي معدل استخدام ماكدونالد، وطبعا الستاربكس. ستاربكس طبعا انا يعني ذات نفسي كده هحس بالزحمة اللي موجودة، مش شايف امريكا من كتر البابلز اللي موجوده هنا وهنا، مش شايف اوروبا، فغالبا صعب قوي ان نفهم كل بلد فين البابل بتاعتها لان انا مش شايف. افريقيا مثلا ما فيهاش زحمه كتير، فممكن ان هو يعمل مثلا ريسكيل للخريطه يعني، مثلا يصغر حتت او يشيل حتت مقارنه مثلا هو يوضح بقيه الحتت الثانيه. ممكن يستخدم بابل تكون ترانسبيرنت يعني بتوري اللي وراها، او سيمي ترانسبيرنت يعني. في شويه حاجات كده طبعا ممكن الواحد ياخد باله ان دي مش كويسه قوي كانفوجرافيك يعني. طبعا بعض المعلومات اللي هي ممكن تبقى مفيده في الديزاين، كيب ات فوكسد، شو ثينجز فيجوالي يعني، ما نقعدش نكتب كلام كتير. احنا بنعمل الكلام ده عشان نرسم، والرسم يبقى معبر، مش برسم وخلاص، مش لوحه فنيه يعني. طبعا برموتت يعني بعد ما بتعملها غالبا بتعرضها، بتعملها شير مثلا في السوشيال ميديا. make it easy to view، طبعا في بعض الاحيان الناس ممكن تحب ترسم وتدخل الوان كتير قوي، بس غالبا في الانفوجرافيك it's better ان انا اقلل عدد الالوان الكتير علشان الانسان شوية يبقى سهل ان هو يعرف يراقب وياخد باله من الايه من الكالر كود، الاحمر بتاع كذا، الاخضر بتاع كذا، الفونت الكبير والتايتل مثلا اصفر واللي تحتها كذا. طبعا make it manageable lens and size، هنا مثلا في عندنا انفوجرافيك كبيره قوي حتى انا مش عارفين نشوفها دلوقتي كلها، ممكن تنفع الويب سايت انما ما تنفعش مثلا جوه الباوربوينت، او ما تنفعش مثلا جوه الوورد البحر. طبعا ده مثال على الايه الواحد بيعمل مش انفوجرافيك، بيعمل حاجه زي برشامه يعني عشان ايه يبقى عارف كل حاجه في حته صغيره، او في A4 يجيب كل المعلومات الموجودة في الدنيا يعني. فطبعا دي it's not very good ان الواحد يحشر المعلومات، فيعني add white space يعني لازم الواحد يبقى عارف ان الwhite space ده مش فايدته ان هو فراغ، فايدته ان الانسان يبقى مرتاح.
ويعرف يبص على المعلومة ما يشوفش حاجات تانية جنبها هو بيشوف، مش ان احنا زي ما بيقولوا نزق المعلومات جنب بعضها لحد ما بقاش عارف افصلهم عن بعض. طبعا هنا الانفوجرافيك يعني يفضل ان يبقى العنوان بتاعها اخاذ او يعني اتراكتيف، ممكن يبقى فيه مثلا ايكونز تمثل مثلا لو بقارن حاجتين مع بعض، لو في عندي مجال للفلو او معلومات مشت من فوق لتحت بشكل ايه، فإتس بيتر ان انا افضل ماشي بايه بسيكونس مثلا زمني، بسيكونس مثلا جزء كبير الاجزاء المركبه ليه اللي تحتيه الاصغر فالاصغر حاجه بالمنظر ده، وافضل ماشي بنفس الاسلوب من الاول للاخر. يعني طبعا الواحد ياخد باله من الفاكت والفيجرز الارقام اللي مكتوبه، مش يجيب اي حاجه من اي حته، يفضل ان انا استخدم ريفرنس الحاجات ايه الحاجات بتاعتي، يعني سايت يور سورسز يعني كاني بحط ريفرنس الحاجات ايه بتاعتنا. تمام، طبعا دي كلها حاجات فيري انترستنج الواحد لازم يستخدمها في الانفو ايه في الانفوجرافيك. كويس قوي. طيب خلينا نفكر مع بعض بقى في دياجرام من الدياجرامز المشهوره قوي اللي هو بيسموه سانكي دياجرام. سانكي دياجرام طبعا سانكي دياجرام يعني مثلا دلوقتي انا عايز اسالكم قبل ما نبدا ان انا عايز ارسم تلات بني ادمين ومثلا سي مثلا دوت الاب مثلا فازر وده مثلا ايه ابنه الاولاني وده ابنه التاني، وعايز اقول ان الراجل ده بيدي فلوس كتير قوي للايه للابن التاني، فبحط السهم عريض بيدي فلوس قليله للايه اللي ده، فحط سهم شوية ايه شوية صغير. فبالمنظر ده ممكن اي حد يقدر يفهم بسهولة قوي ان ايه معظم فلوس الراجل ده وطرح النهاية دي، فدي اللي هي بيسموها السانك دياجرام. سانك دياجرام فيري بيزك بيعتمد على العلاقه بين حاجتين معتمده على تخن الخط بينهم. طبعا عندي كذا حاجه علاقات بينهم مختلفه فبوضح بتخن الخط الريليشن بينهم. غالبا بستخدمه في ان انا اتكلم على كاش فلوس، اتكلم على ايفورت، اتكلم على عدد بني ادمين، عدد سلع، الحاجات دي كلها طبعا بيستخدموا الايه سانك دياجرام. استهلاك وقود او استهلاك اويل اند جاز، فطبعا الراجل ده اللي هو اسمه سانكي هو اللي فكر في الموضوع دوت. هنا مثلا لو انا عندي اللمبه بتستهلك 1500 جول، 300 جول منهم بس بيبقى ايه بستفاد بيه بالاضاءه، و1200 بيروح في ان اللمبه تبقى سخنه يعني ديسيبيتد باور يعني. فغالبا المنظر ان انا عايز اقول 1500 في الاضاءة راح منهم كذا في كذا وراح منهم كذا في كذا، فبعمل فرعين والفرعين دول كل فرع العرض بتاعه معتمد على قيمة ال 300 او قيمة ال 1200، يعني ده كأنه اربع مرات قد ده. فالمنظر ده اللي هو كأنه ده الصميم بتاع السانك دياجرام، هيبقى عندي حاجات عايز اقول من ده بيروح في ده قد ايه ومن ده بيروح في ده قد ايه، فبرسم الحاجات بهذا الايه بهذا الشكل. كويس قوي. الرسمه اللي فوق دي فيري انترستنج لانها دي هيبقى استخدام جيد قوي للموضوع اللي هو بتاع الوقود، اللي هو كان عندي انواع مختلفه من الوقود وكل واحد فيهم ليه لون مناسب قوي مع النوع بتاعه، وابدا اقول ان هم بيجوا منين او بيروحوا فين مع بعض، فتبدا الخطوط انها تمشي وتبعد عن بعض يعني. كويس قوي. طبعا ده مثلا مثال ان واحد بيجري، طبعا هو بيجري عنده مثلا الطاقه بتاعته كلها بتروح فين، برضو نفس فكره اللي هي اللي ايه 25% من الطاقه كاينتك يعني بتخليه يجري اسرع، و75% طاقه ضايعه. طاقه ضايعه مثلا نتيجه ان الايه الاكل مثلا بيتحرق في المفاصل وبيعمل حراره مثلا بيعمل احتكاك مثلا مع الارض، في الحاجات دي كلها بيسموها ويست انرجي.
wasted energy sources. دي فكرة برضو من الأفكار اللي هي الظريفة في إن أنا بنجيب يعني هنا التغذية عندنا طبعا أنواع مختلفة من الأنيمالز بورك بوليتري اللي هي مقصود بيها الطيور أو الفراخ إجز ديري اللي هي الديري ميلك أو اللي هي مشتقات الألبان يعني وبيف اللي هو الإيه لحم الأبقار يعني طبعا يعني الكاو لو أنا هرسم مثلا كاو بتاكل ثلاث أنواع من الأكل وبتطلع طبعا لحم يبقى في جزء فاقد منها طبعا الجزء الفاقد ده واضح قوي إن هو طاقة ضايعة كتير مقارنة مثلا باللحم اللي احنا بنستفاد بيه اللي هو يعتبر 3% بس من الايه من الطاقة اللي داخلة له كأكل تمام طبعا الديري ميلك كأنها 17% فالديري ميلك يعتبر يعني موفر أكتر من الايه من البيف الإجز 17% زي الديري ميلك بالظبط اللحم بتاع الفراخ أو الفراخ 13% البورك طبعا 9% فهنا في الآخر يعني كأن كل خط من دول هو اللي احنا بنستفاد بيه ده الانرجي اللي انا بحطها في المحاصيل او في الحاجات اللي بتاكلها الحاجات ديت وفي الاخر اللي هم لونهم يعتبر ذهبي ثلاث انواع من اللون الذهبي وبعدين الكلام ده تحول في كل انيمال لريشيو عشان ايه استفاد انا بجزء منه ففي الاخر ده كانه الجزء اللي هو بيستفاد بيه المجتمع او السوسايتي وده الجزء اللي هو بيزرعه السوسايتي ودي طبعا الجزء اللي هو الانيمالز اللي احنا بتحول الطاقة من نوع لنوع تاني فدي الفكرة الأساسية في الايه في طبعا في الايه في السانكي دايجرام طبعا Sankey diagrams created by the Lawrence Livermore National Laboratory depict both the source and use of energy. The boxes on the left show the nation's power portfolio and the lines moving to the right show where that energy ends up with the width varying by the magnitude of the flow. This graphic using 2008 data shows that petroleum in the transportation sector accounts for the biggest overall energy flow. In 2008, more than half of electricity generation came from coal, followed by nuclear and natural gas. Here's the next year's data. Total energy use actually fell slightly as the U.S. economy fell into... Good. طبعا ده مثال برضو على الايه على نفس الفكره كنت انا نفس ده كنت شايفينها من شويه اللي هي ان انا عندي كاس العالم وهنا الفرق كل فرقه ثلاث مجموعات في مجموعه عدد الاهداف اللي كانت فيها 18 عدد مجموعه ثانيه 22 مجموعه ثالثه 17 الاربع فرق اللي في المجموعه كل واحد فيهم جاب اهداف قد ايه والاهداف دي دخلت في مين فدي من الحاجات اللي هي انترستنج ان الواحد يبقى ايه شايف يعني زي ما بيقولوا كده الأهداف مين اللي جابها مثلا نيدرلاند جابت 10 أهداف دخلوا في مين أو هنا مش اكزاكتلي دخلوا في مين جابت 10 وتشيلي جابت 5 وسبين أسبانيا جابت 4 وأستراليا جابت 3 أو 22 جول حاجة وزعهم دخلوا في مين طبعا هلاقي نيدرلاند دخل فيها 3 وهكذا يبقى كان عندي ثلاث انواع من الايه من النودز مين اللي جاب الجون السكوررز سوري وبعدين عدد الاهداف في المجموعه وبعدين في الاخر مين اللي دخل فيه الاجوان دي فكان كل بلد كانها موجوده مرتين وده افضل شويه طبعا ان هو ايه يرسم البلد على مرتين يبقى المنظر ده ممكن الواحد يفهم بسرعه كده اكتر مجموعه جه فيها جابت اجوان او كان فيها تاثير اجوان كتير اللي هي المجموعه الثانيه هي لونها اورنج دي اكتر فريق جاب اجوان اهو ده اكبر عرض اللي هو النيدرلاند اقل فريق جاب اجوان اللي هي طبعا الايه الكاميرون والمنظر الثاني برضو اكتر فريق دخل فيه اجوان كان الكاميرون واستراليا اللي هو الخط ده او الخط ده دي طبعا من الحاجات اللي هي الايه الفيري انترستنج لينا يعني كويس قوي بس انك دايجرام فهمناه مبدئيا شكله عامل ازاي فاينالي طبعا يهمني السبايدر تشارت
اللي هي طبعا ده السبايدر. احنا هنستفاد بيه ازاي؟ هبدأ ارسم الاكسيس بتاعتي كلها كأنها جاية من الاورجن وطلع على الايه الاطراف. طبعا لو 5 اكسيس هقسمهم على الانجلز اللي موجودة عندي، لو 4 اكسيس هيبقى شكلها شوية انترستنج، 0 و90 و180 و270. لو اكتر من كده طبعا هبدأ اقسم بينهم الايه ال 360 ديجري اللي موجودين عندي. اهو ده مثال اهو، دي كأنها مهارات مختلفة للبني ادمين، كونتراكتور 1 كونتراكتور 2 كونتراكتور 3، واحد فيهم هيبقى لونه طبعا بني، واحد اسود، واحد هكذا. فهنا طبعا يوضح لك كل واحد فيهم شكله عامل ازاي. طبعا واضح ان هما البني اقوى كتير قوي من الاسود، وده طالع فيه حاجة واحدة بس زي الايه زي اللي فوق.